السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الداخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، ولو حضرتك أول مرة تشوفني أنا الطبيب الصيدلي رباعي المؤهلات الدكتور محمد القفص. عنوان الحلقة: الأكلة التي ستجعلك تقوم بكل واجباتك الزوجية بكل براعة. عنوان براق للرجال وستبحث عنه أيضا السيدات. أمال إيه؟ أكلة رهيبة هتاكلها هتبقى شمشون الجبار، هتقوم بكل واجباتك الزوجية على أكمل وجه. إدارة السكك الحديدية ستعتذر لك. طيب ايه الاكلة دي؟ الاكلة دي هي الحلالي. الحلالي طبعا الكلام ده منتشر في المناطق الشعبية، والناس اللي تعليمهم بسيط على قدهم متأثرين جدا بموضوع الحلالي. يروح للجزار: السلام عليكم، كيلو حلالي وحبشه. تمام، من كتر ما الناس دي متأثرة بهذا الوهم، بمجرد ما بياكل معلقتين حلالي أعضاؤه وحواسه كلها بتنتشي، يبتدي عايز يطارد الفريسة بتاعته. كل حواسه، دراعه يقف ورجليه تقف، كل الدنيا بالصلاة على النبي من التأثير الوهمي. والتأثير ده بيدرس في كليات الصيدلة تحت تأثير البلاسيبو إفكت، تحت اسم البلاسيبو إفكت، أو العلاج بالوهم، إن أنت تدي المريض كبسولة فارغة أو تدي له أي حاجة فاضية، تبص تلاقيه يقول لك أنا خفيت ربنا يكرمك. طيب، عايزين نتعرف على الحلالي ده. إحنا اتكلمنا إمبارح عن حلويات الحيوانات، وإن ما يجيبش إن أنت تاكلها لأن دي مصارف الجسد اللي مليانة سموم. النهاردة هنتكلم على حاجة تانية مش المفروض تشتريها من عند الجزار. إيه هي الحلالي؟ طب هي ايه الحلالي دي؟ الحلالي دي هي العضو الذكري لذكر البقر او الجاموس او الاغنام او الجمال. العضو الذكري، العضو الذكري ده عبارة عن فايبرس تيشو، خرطوم، فايبرس تيشو، حاجة بيضة كده بتلاقيها عند الجزار ويبيعها لك بالكيلو. طبعا انت بتروح البيت تقطعها حتت وتعمل عليها بصل وطماطم وفلفل. انت بتاكل كاوتش، انت بتاكل كاوتش، انت الكاوتش اللي انت بتاكله ده لن يسمن من جوع، يعني مش هيعمل لك اي حاجة، مش هيقوي غريزتك، مش هيعمل لك انتصاب. فالكلام ده هجس، الحلالي دي هجس، مجرد فايبرس تيشو. وان شاء الله في الحلقات القادمة هعمل لكم يعني حلقات مفصلة عن الحاجات اللي مش المفروض تشتريها، زي الفشة، زي الفشة مثلا، الفشة والقصبة الهوائية التراكية. الفشة دي عبارة عن سفنجة، سفنجة هتاكلها هتعمل لك ايه؟ طبعا انا عايز اوجه رسالة لجميع المشتركين في قناة الدكتور محمد القفاص رقم 2، والبلغ عددها 90,000، وفيها حوالي 10 مليون مشاهدة. أنا حذفت القناة دي بالفعل عشان بيحدث لغط ما بين القناتين، وأخلي التركيز كله على هذه القناة. وبعد ما أنا كنت مسميها محمد القفاص واحد، بقت محمد القفاص بس، والقنوات التانية اللي أنا هعملها إن شاء الله هيبقى اسمها مختلف بحيث ما يحصلش خلط. طبعا في قنوات كتير باسم محمد القفاص، وصفحات كتير على الفيسبوك باسم محمد القفاص. دولت يعني ايه؟ انا قايل من اول القناة، اي حد عايز ياخد حلقاتي، اي حد عايز ياخد فيديوهاتي وينشرها، زكاة العلم نشره، مفيش اي مشكلة بالنسبة لي، ولن ابلغ عنه ولن اسأله. فطبعا ده شيء يسعدني جدا، ان اي معلومة تصل لكافة البشر، ويا رب الواحد ربنا ما يتوفقوش غير وهو مبلغ كل الناس كل حاجة يعرفها. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلي ولا أي دواء، ولا تنسوا
ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة. هعمل لكم بعد كده حلقات عن الخلل النفسي والعقلي وقلة الإدراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.